بعد سلسلة من التحركات والإضرابات التي عرفها القطاع العام على خلفية تعطل المفاوضات بين نقابة العمال الرئيسية الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بزيادة الأجور في الوظائف الحكومية، زيادة تراها نقابة العمال على أنها مكسب هام وضروري لتحقيق السلم الاجتماعي. وللأسف كانوا يتهموا فينا وأنه نحطوا في العصا العجلة ونعجزوا في هذه الدولة، وفي الحقيقة على امتداد الحكومات المتعاقبة منذ مطلع الثورة كانوا ديما يتهموا فينا هذا الاتهام. واليوم الحكومة حينما معناها حققنا معها الهدف هذا هو بالتأكيد باش يعود على مناخ طيب، مناخ استثمار، مناخ عمل جاد وهادف. ورغم نقص الموارد في الميزانية فقد استجابت الحكومة لتعهداتها السابقة وقبلت برفع أجور الموظفين بأثر رجعي على أجور السنة الماضية قبل فتح جولة جديدة من التفاوض حول السنة الحالية والمقبلة. تم يوم 30 أفريل 2015 إمضاء محضر الاتفاق حول مفاوضات الزيادات العامة في الأجور بعنوان سنة 2014، واللي باش تشمل أكثر من 630 ألف موظف على مستوى الوظيفة العمومية من إدارة مركزية، من جماعات محلية ومؤسسات عمومية ذات سبغة إدارية. وتم إقرار زيادة ضمن المنح الخصوصية تكون موحدة بين جميع الرتب والأسلاك ب 50 دينار بداية من أول جانفي في 2015، والكلفة المالية لهذه الزيادة العامة لهذا الإجراء المتخذ هي في حدود 450 مليون دينار، أي 450 مليار من مليماتنا التونسي. ورغم التساؤلات التي رافقت هذه الزيادة، يرى خبراء الاقتصاد أن رفع الأجور سيحفز الاستهلاك الداخلي مما يوفر موارد إضافية لميزانية الدولة. ما بين الطرق أو الطريق الأسهل لدعم خلق الثروة ودعم النمو الاقتصادي يكون عن طريق الاستهلاك الداخلي. عن طريق الاستهلاك الداخلي هذا تقريبا من سنة 2011 إلى حد الآن على المستوى القريب تقريبا المدى المتوسط لاحظنا كون نسبة كبيرة من خلق الثروة في تونس يتم عن الاستهلاك الداخلي. يعني كل ما الزيادة في الأجور يعني ستدفع المستهلك، ستدفع المواطن التونسي الاستهلاك أكثر، وبالتالي خلق ثروة أكثر وتشجيع على النمو. ومن المنتظر أن تعرض الحكومة مقترحا تكميليا لميزانية الدولة على البرلمان استجابة لطلب الموظفين. بينما اعتبر أنها ضرورة للسلم الاجتماعي ومن رأى أنها تثقل كاهل الدولة، تنوعت الآراء حول اتفاق الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، زيادة أتت في توقيت تبحث فيه الحكومة عن تعزيز ميزانيتها. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، تونس.